النجم الساحلي لتجديد الملاحقة شبيبة القيروان لمواصلة عملية الإنقاذ، وحوار يشد الانتباه بين صاحبي المرتبة الثانية والأخيرة ويحمل عنوان الانتصار ولا شيء غير الانتصار، وحوار داخل الحوار بين الثلاثي مهدي نصيرة، سامي شبشوب وحسن كوافوغي وفريقهم القديم. Inch'Allah, on peut pas proposer quelque chose. C'est bien sûr, la GSK va faire la victoire aujourd'hui, Inch'Allah. C'est bien sûr, on va marquer le but aujourd'hui, je vais marquer le but, Inch'Allah. Wallah, je n'ai pas eu le cours de l'Ukora. C'est un peu de l'Ukora. C'est un peu de l'Ukora. C'est un peu de l'Ukora. حوار ثاني اجلب الانتباه بين الحارس الشاب لشبيبة القيروان منير اشتيوي وهجوم النجم بقيادة الثنائي إيميكا أوبارا ومانويل سيلفا جيلسون. الامتياز كان الحارس مرمى الشبيبة، والكلمة الأخيرة قالت في النهاية لجيلسون سيلفا. نعود للقاء، ضغط من البداية للنجم وبحث منذ الدقائق الأولى للوصول إلى شباك منافسه، قابلوا حذر كبير من الشبيبة واندفاع فاق المنتظر وحضور بدني وذهني من الحارس منير اشتيوي معوض عبد الكريم بن سالم قدام محاولات إيميكا أوبارا وجيلسون سيلفا. النجم حاول بجميع الطرق إلا أنه لقى قدامه منافس قاري حساب الجميع التخطيطات بما في ذلك التمريرات القصيرة، وتوخى طريقة الضغط على حبل الكرة مع عكس الهجومات، وهو ما ساهم في إنهاء الشوط الأول على نتيجة التعادل السلبي رغم السيطرة الميدانية الواضحة اللي فرضها النجم. في الشوط الثاني النجم يواصل فرض سيطرته، إيميكا أوبارا يحاول المباغتة من بعيد، مجدي بن محمد يخطئ المرمى وفرصة أخرى تضيع على النجم. الشبيبة ترد الفعل ومجدي بن محمد يدخل قدام أيمن الجباري. انطلاقا من دقيقة 71 المقابلة تصبح بين هجوم النجم ودفاع الشبيبة. محمد علي نفخة يسدد من بعيد والحارس منير اشتيوي في الموعد. مجهود فردي من إيميكا أوبارا، التصويب والامتياز من جديد لحارس مرمى الشبيبة. حارس مرمى الشبيبة يواصل تألقه والمرة هذه قدام جيلسون سيلفا. منير اشتيوي اليوم عدى لقاء كبير ياسر. والله أنا اسمعني من عمناه من قبل اسمعني ما يوفى الموسم بماتش، ماتش ما لعبتش. والسنة رجعت إن شاء الله بقدرة ربي. المدرب نتاعنا سي عثمان الشهابي هاي بيعطاها فيها هي الثقة نتاعو، وإن شاء الله بقدرة ربي اسمعني تنوريه الوجه الباهي نتاع اشتيوي إن شاء الله. والاندفاع البدني يفرض تواجده من جديد لتصبح المقابلة شبيهة بأي شيء ما عدا كرة القدم. والنجم يلقى صعوبة في الوصول إلى شباك منافسه. الحل يأتي من أقدام مانويل جيلسون سيلفا اللي يتمكن في المحاولة هذه من وضع حد لتألق حارس مرمى الشبيبة وتوقيع هدف ساوى أصعب 3 نقاط تحصل عليها النجم في الموسم الحالي. هدف هو الثامن لهدف النجم جيلسون سيلفا، مكن النجم من مواصلة تجديد الملاحقة على صاحب المرتبة الأولى وزاد صعب مهمة الشبيبة في أسفل الترتيب. ميرسي ا دي جو سي فرانشمون تري كونتون اجوردي باسكو نوزا غاني افيك 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 بوكو دو فيكولتي اون سي كري بوكو دوكازيون اي سوري تي نيتمون بلو فاسيل. خلقنا عديد الفرص وكنا نجمو نسجلو منذ البدايه، في الاخير نستحقوا الانتصار اليوم. جاء الهدف اللي ممكن ياسر كان ينجم يخلينا نفوزوا قبل بربع ساعة، لكن الجبار يعني ما سافوش الحظ كان ينجم يسجل هدف. ما تراش غياب انيس الترودي وعامر دربيل في التشكيلة اليوم أثر على العطاء بتاع الفريق؟ والله هو مش غياب، هما اللي حبوه الغياب. اللاعب وقت اللي يمشي للنزل يزمو يحذر للفريق نتاعه ويركز مش يلوج على المشاكل. هما زوز أذنبوا في حق الشبيبة وما كانوش معناها حاضرين وجاهزين وكانوا على أعصابهم وصارت مشكلة اتطوقت المشكلة، ما همش موجودين اليوم، مش تلقاهم موجودين إن شاء الله في المباراة المقبلة.